عندما يتعلق الأمر بتقييم السياسة العمومية ديال الحكومه او ديال المؤسسات اخرى، فكان هناك معايير وكاين مقاييس اللي كلها كتوخم نسبيا. الفشل يعني بهذا المعنى ما يمكن يكون الا عند نهايه الولايه ديال واحد الحكومه. تنقولوا الحكومه فشلت لانها لم تصدر التشريعات ولم تقوم بمبادرات ولم تطور المؤشرات إلى غير ذلك. وما أعتقد بأنه يمكن يكون الحديث على بطء في الوتيرة ولا على الحكامة المتعلقة بتدبير السياسات العمومية في تعزيز النزاهة في المرفق العام. يمكن تكون ملاحظات أو مؤاخذات، لكن أنا لست متفقا مع القول بأن هناك فشل. هناك مسار لتطوير الآليات والمبادرات لتعزيز النزاهة والشفافية في المرفق العام، مسار طويل جدا كانت محطة أساسية فيه مع حكومة التناوب ديال الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، مع إصدار العدد من القوانين المتعلقة بالصفقات، تدبير الصفقات العمومية و تبييض الأموال إلى غير ذلك من مظاهر الفساد الكبرى. وبقى المغرب غادي في هذا المسار حتى الدستور 2011 كان لحظة أقوى، لأن الدستور 2011 كرس بعض الأحكام لقواعد الحكمة الجيدة وجعل أن الفعل الإداري ينبغي أن يكون قائم على المشروعية، أي على القانون، على القاعدة القانونية. لا يوجد فعل إداري هو نتيجة ديال خبطة مزاجية لموظف أو لمسؤول. الفعل الإداري لا ينبغي أن يحتكم إلى القاعدة القانونية، سواء تعلق الأمر بإجراءات مسطرية بسيطة أو بوثائق أو بعمليات كبرى. كذلك الفعل الإداري خصو يتبنى على حياد الإدارة، وعلى المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وعلى الإنصاف، تغطية التراب الوطني، وخصو يتبنى على ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذن هذه واحد عدد القواعد وأخرى كثيرة. وشفافية العمل الإداري هذا مهم أيضا. هذه أحكام دستورية شكلت واحد، وهذا دستور المملكة يعني ديال الأمة المغربية كلها. ومن بعد جات الإجراءات لتنزيل هاد المضامين والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد اللي شاركوا في الإعداد ديالها فاعلين حكوميين ومن المجتمع المدني والقطاع الخاص، هي أيضا مكسب. إذن فكاين واحد التراكم. الآن المغرب عنده واحد الاستراتيجية، قبل كانت مبادرات قطاعية، مبادرات تشريعية في هذا الجانب أو في ذاك، لكن الآن كاين استراتيجية أفقية فيها برامج أفقية لا تركز فقط على الجانب الزجري اللي هو مهم أيضا، قمع الغش والفساد والرشوة مهم، لكن أيضا الجانب الوقائي. يعني في أفضل التجارب الدولية هناك جزء كبير كيكون في الجانب القانوني، وضع الضمانات القانونية لفتح الفعل العمومي على المواطن والشفافية دياله وتحصين أو حماية التبليغ على الفساد أيضا، لا داخل، لا بالنسبة للمواطنين ولا بالنسبة للوظيفة العمومية. إذن فالاستراتيجية مكسب. من جات هذه الحكومة، من الإجراءات الأولى اللي قامت بها هي ما أسست الآلية ديال تتبع هذه الاستراتيجية، أي إنشاء واحد لجنة وطنية ماشي وزارية، ما بغيناهاش تكون وزارية. كاين لجان وزارية انتر مينيستيريال، لكن هذه لجنة وطنية بمعنى فيها المجتمع المدني ممثل، والأمر هنا يتعلق بمنظمة شفافية ترانسبارنسي فرع المغرب وبالشبكة ديال حماية المال العام. إذا اللجنة فيها المجتمع المدني، فيها المؤسسة الحكمة، فيها الوسيط، فيها مجلس المنافسة، وفيها الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بنك المغرب،
القطاع الخاص السي جي ام، فبغيناها تكون لجنه وطنيه للتتبع كيتراس السيد رئيس الحكومه. احنا في هذه الوزاره اصلاح الاداره تنامنوا الكتابه الدائمه ديالها. هذه اللجنه عقدت الاجتماع الثاني، قدمت تقرير، انا قدمت شخصيا تقرير ديال الحصيله، كانت المناقشه ديالو كانت ملاحظات تقويميه وبعض المآخذ، لكن تم مصادقه على التقرير ديال الحصيله بالاضافه الى المذكره التأطيرية اللي قدمها السيد رئيس الهيئه. اذا ما كانش هذا الانطباع بان هناك فشل، هذا واحد المسار معقد فيه عده جوانب مجتمعيه ثقافيه اداريه، والاداره معنيه بالدرجه الاولى، لكن بدون الدخول في التفاصيل شنو هو الاعتبارات والمعايير المؤشرة للفشل، يمكن نقول لك بانه القانون الحق في الحصول على المعلومه اللي استعرضنا بعض التفاصيل ديالو، بعض الاجراءات اللي كنقوموا بها حاليا استعدادا لدخوله حيث التنفيذ. احنا قبل بضعه ايام وقعت برنامج تنفيذي مع السيده مديره مكتب اليونسكو بالرباط من اجل تكوين الموظفين في الاداره المغربيه المعنيين بالحق في الحصول على المعلومه، واكتشفنا ونحن نهيئ وبانخراط كافه القطاعات الاداريه والمؤسسات العموميه اننا بصدد تهيئ واحد العده اداريه ستنقل الاداره من نموذج مبني على ثقافه السر والكتمان الى اداره مفتوحه، وتجعل المعلومه التي في حوزتها رهنائشات المواطنين عندما يطلبونها بضمانات قانونيه وبإجراءات تأديبية للموظف الذي يمتنع عن وضع المعلومة رهن إشارات. فالأمر يتعلق هنا بعمل كبير جدا، ماشي سهل، وهذه غير البداية ديالو. فكذلك ما ننساش البوابة الوطنية ديال الشكايات اللي في الانطلاقة ديالها كان فيها واحد الزخم كبير، لأن شارفت 96 ألف شكاية من يناير الماضي حتى الآن بنسبة عالية تصل إلى 70% من المعالجة ومن الرضا ديال المواطنين. هذا يعني أنه فتحنا واحد القناة، وهي بوا ماشي فقط غير الشكاية، هي الشكايات والملاحظات والاقتراحات ديال المرتفقين. إذا كاين واحد القناة التواصل بين الإدارة والمرتفقين، كاين ثقة بأن هاد الناس اللي كيوضعوا الشكايات كاين المشاكل حقيقة، كاين اختلالات في الإدارة وكاين تظلمات، ولكن كاين ثقة أيضا في الإدارة والناس كيلتجؤوا، ماشي فحال قبل اللي كيكون المواطنين اللي تيبغيو يتشكوا من إدارة يتيهون بين مكاتب الضبط في إيداع الشكاية، واش وصلت واش ما وصلتش إلى غير ذلك. الآن كاين واحد النوع ديال الفعالية وحنا مستمرين في هذا العمل. الآن كاين اشتغال على نص قانوني لحماية الموظف الذي يبلغ عن حالة الفساد والرشوة، لأنه الموظف أحيانا يتردد أو يمتنع عن التبليغ لأنه يخاف من انتقام أو من تهميش أو من غير ذلك من الأساليب. فكاين إرادة سياسية ديال المغاربة كلهم مسؤولين ومجتمع مدني، وبالتالي لا ينبغي إدراج مسألة محاربة الفساد في نوع من الخصومة ما بين الإدارة والمجتمع أو الإدارة والدولة. هذا شأن ماشي قطاعي ماشي حكومي، هذا شأن يخص الجميع، والاستراتيجية والآلية ديال التتبع تجسد هذا التكامل بين مختلف المعنيين. خصنا ما ننسوش واحد القضية، أن احنا في دولة المؤسسات، دولة القانون، لا جريمة بدون نص قانوني ولا عقوبة بدون نص قانوني. يعني خصو يكون النص هو اللي كيعرف الجنحة والجريمة والعقوبة، وفي النص القانوني أو في المرجعية القانونية هناك قرينة البراءة. فإذا كانت العقوبة مثلا هي شهر مع وقف التنفيذ، فينبغي أن تنحصر العقوبة هنا ماشي بالتشهير، لأنه ناس عندهم حقوق أيضا،
وحقوق ذويهم والابناء ديالهم. وشحال من اشاعه راه خربت اسر وتبين ان داك الشيء ما كانش صحيح والناس تيعفوا يدخلوا في المزايدات. اذا ف محاربه الفساد فيها شحال اللي قلت فيها الجانب الواقع، ولكن هي كتتم في اطار القانون، هي تطبيق القانون تطبيقا صارما جيدا، وما تكونش اي تساهل في الافلات مع العقاب، هذا صحيح، لكن ماشي بواحد الخلفيه ديال التشهير بالناس الى غير ذلك. فاذا الاعلام او المهتمين اللي هضرتي عليهم انهم تيقولوا ما تيقولوا كتبان لهم شي حاجه معينه او شي متابعه او شي حاله كان خص يتم فيها الاعلان، فيطرحوا الحاله المعينه. اما امضوا نشروا الاسماء، كاينه حالات معروضه على القضاء، حنا تداولنا في اللجنه الوطنيه لمحاربه الفساد اللي انعقدت الاسبوع الماضي في المتابعات اليوميه ديال المنتخبين ورؤساء جماعات ومسؤولي مؤسسات كيتم المتابعه، وكاين حتى الادانات. فيمكن هذا الشيء يعني بحال اللي كيقولوا بانه محاربه الفساد هو ينبغي ان يكون مؤطرا بالقانون، والا غادي يتم التسخير ديالو في اتجاهات يعني لا علاقه لها بالنزاهه والشفافيه، يعني غادي دخلنا في متاهات. كاين بعض الدول اللي دخلوا فيها وصبحت محاربه الفساد هي مجرد وسيله لتحقيق مآرب اخرى وليس لفرض قيم النزاهه وفرض احترام القانون، هذا هو اللي اساسي. اما لماذا لا تنشر؟ انا اعتقد بانه هناك معطيات خص شويه ديال الاجتهاد، هناك معطيات يعني موجوده لدى مختلف الجهات والمؤسسات المعنيه بالتتبع والفصل في القضايا ديال الفساد. فعلا في المده الاخيره كانت هناك تساؤلات، مش اتهامات، تساؤلات في المجلس النواب وفي مجلس المستشارين، واجبت عن بعضها البعض، وكاين هناك مبادرات تدخل في اطار الدور الطبيعي ديال مؤسسه ديال الرقابه. مؤسسات تشريعيه عندها دور رقابي على السلطه التنفيذيه، وحنا جميع المعطيات وضعناهم رغم اشاره ممثلي الامه. ولكن انا كنت حريص باش نوضح واحد المساله، هو انه كيف قلت لك في البدايه، الدستور جاب احكام، جاب قواعد ديال الحكمه الجيده، وضمن هذه القواعد الحكمه الجيده كاين هذه المساله ديال التعيين في المناصب العليا. التعيين في المناصب العليا خصو يحتكم القواعد ديال الشفافيه، مسطره خصها تكون فيها الشفافيه وتكون فيها النزاهه والمساواه وتكافؤ الفرص لولوج المناصب العليا. دابا هذا المبدا، التنفيذ ديال المبدا، احنا انا قلتها في البرلمان، قلت بان كاين هناك تفاوت بين القطاعات في مدى التفعيل الامثل من هذه القواعد هذه، على اعتبار انه كاين واحد جوج لحظات في التفعيل ديال هاد القاعده اللي كيتم التاويل ديالها بكيفيه مختلفه وكتخلق تساؤلات. هي اللحظه ديال الاعلان عن فتح المنصب، لان اللحظه اللي كتعلن الوزاره عن فتح المنصب فهي كتعطي المواصفات ديالو، هاد المنصب رئيس مصلحه ولا رئيس قسم ولا مدير ينبغي ان يتوفر على كذا وعلى كذا وعلى كذا. وهنا كان يعني كيمكننا نقتربوا ولا نبتعدوا من القاعده الدستوريه اللي كتقول المساواه الى غير ذلك. كذلك في اللحظه ديال تشكيل اللجنه هناك مؤاخذات وتساؤلات واستفسارات يسجلها الكثير من الفاعلون سواء في البرلمان ولا في الاعلام بانها ربما غير كافيه ولا ربما عندها طابع شكلي الى غير ذلك. فاحنا وعدنا حتى قبل ما ترتفع هذه الاصوات اللي كتعاود اللي كتطرح هذا الموضوع،
على انه القانون ديال التعيين في المناصب العليا ولا حتى المرسوم التطبيق ديالو خصو يتراجع، خصو يتراجع باش نزيدو نقتربوا اكثر من المرجعيه الدستوريه اللي هي الشفافيه والنزاهه في المسطره. اذا هذا عمل احنا نتحمله، زعما تنقولوا بان المسطره المعتمده اللي كاينه في المرسوم ربما ما كتحققش الفعاليه المطلوبه، فاحنا تفاديا لكل التباس وقلاقل لدى الراي العام سنعمل على مراجعه قانون التعيين في المناصب العليا والمرسوم التطبيقي لهذا القانون باش تكون عندنا واحد الاليه فعاله ولماذا لا مستقله للتعيين في المناصب العليا، على اساس ان التعيين خصو يكون بناء على الكفاءه ولا شيء غير الكفاءه، يعني الكفاءه والاهليه والتباري في اطار الوضوح والشفافيه. لا هذا ربط ميكانيكي غير صحيح، لان يعني شحال من واحد تيجي تيقول لك راه عندكم الخبره، علاش كت يعني استكشاف الخبرات لمهام معينه راه مهنه، ماشي اي واحد يمكن يقول راه عندك الخبره غير انت ما انتبهتي لهاش الى غير ذلك، راه مهنه ديال تدبير الموارد البشريه وتثمين الكفاءات والراسمال البشري. صحيح يعني كان هناك واحد الخصاص ماشي في هذا المجال ديال الخبره، ولكن في المجال ديال التوظيف ملي كنجيو نوظفوا وتنفتحوا المناصب غالبا ما تيكونش عندنا واحد التصور دقيق شنو الحاجيات ديالنا. لو كان عندنا واحد المنظومه ان سيستم، واحد المنظومه معلوماتيه لتدبير المناصب، كان واحد الوزاره او واحد الوزير قبل ما يفتح هذيك المناصب كان خصنا نفتحوا السيستم المنظومه ونقولوا بان هذاك البروفيل ولا ديك الكفاءه اللي كتبحث عليها راه موجوده عندك في الاداره او في اداره اخرى وفي اطار الحركيه، بلا ما نفتحوا البوست وهذاك تما ربما يموت من الملل وما عندوش مهام كيقوم بها ويمكن يقوم بهذه المهمه هذه. اذا هذا في مستوى الاداره الوسطى ولا الاداره التنفيذيه، لكن في المجال ديال المجال ديال الخبره صعيب اننا ندعيو بان كل ما تحتاج اليه الاداره المغربيه الان من خبرات راه هو موجود فيها. اولا ليست هناك منظومه تمكن واحد الوزير من القيام بالتقصي والبحث لا في الاداره المركزيه ولا في اللامركزه، نظرا لانه تيكون مقبل على انجاز واحد المهمه دقيقه جدا وفي مرحله محدوده، ماشي يعني ممتده في الزمن الى المعاش، كيكون محتاج في واحد الخبير في واحد الميدان معين. فباش نصحح ايضا، ماشي هذه الحكومه هذه اللي دارت التعاقد، هي الحكومه السابقه، احنا غير وضعنا الاليات ديال تنفيذ المرسوم التعاقد اللي فيها الشفافيه والنزاهه ونشرنا يعني ثلاثه ديال القرارات ديال وزير الاقتصاد والماليه والسيد رئيس الحكومه ووزير اصلاح الاداره، شنو هو النموذج ديال التعاقد وشنو هما التعويضات والرواتب وكيفاش خص تكون العمليه ديال التوظيف المقابله الى الشروط ديال الاعلان على المنصب اللي هي شروط صارمه جدا. اذا فرغم كل ما اثير حول هذا الموضوع، انا كنت نشرت مؤخرا الارقام لحد الان يلاه كاين ثلاثه ديال المتعاقدين في الوظيفه العموميه كلها، يعني نقدر نقول لك بان الناس اللي اعتبروا بان كاين مبالغ خياليه وتعطل الناس، راه كاين وزراء بما فيهم هذه الوزاره فتحنا التباري لتشغيلي خبير في واحد المجال راه ما جا حتى واحد، لان الخبير اللي فيه ديك المواصفات راه مندمج في السوق في القطاع الخاص، القطاع الخاص او في مؤسسات دوليه وتيشتغلوا كخبراء. فحقيقه هناك مشكل لان منظومه الاجور الحاليه لا تسمح بتوظيف الخبراء، احنا ما كنهضروش على الموظفين، كاين موظفين اكفاء هما السواد الاعضاء وتينجزوا المهام ديالهم بنوع من التفاني ومن نوع من، احنا كنهضروا على الخبره. دابا انا اذا كنت محتاج
في واحد النظام معلومياتي، واحد النظام دقيق لتدبير الموارد البشريه. بغيت واحد الخبير يدير لي واحد النظام يعني رقمي لتدبير الموارد البشريه اللي يمكن يستغرق في الاعداد ديالو واحد يعني واحد بضعه شهور سنه، وسنه اخرى لتكوين الموظفين اللي غيشتغلوا بداك المنظومه هذيك هي سنتين. اذا انا محتاج في هاد، واش غادي نوظف شي خبير الى المعاش ومنين يكمل داك المهمه اش غادي يدير؟ دونك انا محتاج خبير في التخصص الفلاني لانجاز مهمه دقيقه محدوده في الزمان، والاداره مساءله على جوده الخدمه اللي باش نقدم انا خدمه جيده للمواطنين. خص تكون عندي كفاءات باش نرفع الجوده ديال الخدمه وديال الحكامه ديال الخدمه. اذا كنمشي لشي خبير، هذا واحد المتنفس درته للاداره. وخصك تثبت في رساله للسيد رئيس الحكومه ملي كتطلب منه يرخص لك تعاقد مع خبير، خصك تثبت في الرساله انه سينجز مهمه ليس لديك من يقوم بها في الوزاره. راه واحد العدد ديال الوزراء ما كلاش ندخلوا في التفاصيل، قدموا طلبات ولم يستجب لها. اذا الامور غاديه في غايه الصرامه، ومنذ صدور هذا المرسوم في اواخر 2016 الى الان كاين تعاقد مع ثلاثه ديال الخبراء، وكاين واحد سته اخرين مازال راهن الاشاره، وكاين اللي فتحوا المناصب ورخاص لهم السيد رئيس الحكومه، وما ما يعني داك الخبره اللي كانوا هما طالبينها ما داروا مقابلات وما توفرت او ما جا حتى شي واحد للمقابله. فهذه مساله اخذت ابعاد كثيره جدا، لكن الحجم ديالها محدود في قلت لك في الزمان وفي المهام دقيقه جدا، والمساطر ديالها مضبوطه، وكل هذه المناصب ديال الخبره تم الاعلان عليها في البوابات ديال التشغيل العمومي ديال الوزاره. انا سبق لي جاوبت في غرفتي البرلمان هذا السؤال، سبق له تطرح في عده مناسبات، هو مطروح، وقلت بان تحقيق العداله الاجريه مرتبط بالمنظومه الوظيفه العموميه ماشي بمنظومه الاجور. لا يمكن تصحيح المنظومه الاجور الا بتصحيح الاختلالات الكبرى التي تخترق الوظيفه العموميه، منظومه الوظيفه العموميه ببلادنا، لان هذه واحد المنظومه تعج بالفئات والهيئات والدرجات والسلاليم اللي اصبح مفقود فيها اي انسجام. حنا ندبر حوالي 30 هيئه داخل او انظمه خاصه وبيناتها تفاوتات، فالشيء اللي غاد تيخلق واحد الازمه مستدامه داخل القطاع، داخل الوظيفه العموميه. فبالتالي هناك قناعه الان انه لا يمكن تحقيق نوع من العداله يعني بالمعنى الدقيق ديالها. ماشي العداله ماشي هي تسويه الاوضاع الفئويه، لان غنبقاو ندورو في حلقه مفرغه. العداله بالمعنى هو التناسب ما بين العمل المردوديه والعطاء، ما بين الاجر والراتب، يكون هناك واحد النوع ديال التناسب. فما يمكنش يكون مهام متماثله كيقوموا بها جوج الموظفين باجور متفاوته. جوج الموظفين تيقوموا في نفس المكتب بمهام متماثله، ولكن حيت هذا تنتمي للمتصرفين وهذا تنتمي في الهيئه المهندسين، عندهم اجور متفاوته وهما كيقوموا بنفس المهمه. اذا باش نخلقوا العداله ماشي غنبقاو زيد هذا نقص لهذا زيد لهذا نقص لهذا، خصنا نعودوا النظر في المنظومه الوظيفه العموميه وفق هيكله اخرى. ربما ماشي هي الهيئه، ماشي هي الهيكله ديال الهيئه والاطار والدرجه، وانما هيئه في تصور اخر اللي يمكن يكون اكثر فعاليه واكثر مرونه وانفتاحا واكثر عداله، ونحن بصدد الاشتغال عليها. لا، هو مساله التراخيص فيها شويه الافتعال، ما هي غير مطروحه اصلا. اللي مطروح شنو هو؟
اللي مطروح هو تدبير الزمن الإداري. الموظف عنده واحد الغلاف زمني هو ملزم به، سواء كان في الشباك أو في المكتب أو في الميدان، لأن يعني كاين موظفين تيشتغلوا في حال رجال الشرطة والجمارك في الميادين وفي مواقع، عنده واحد الغلاف زمني خصو يديرو، شحال ترخص له؟ قول له خويا البوست ومشي تقرا ولا شنو؟ يعني إذا كاين خص يكون واحد التدبير. مثلا كاين بعض المؤسسات الجامعية كيديروا دروس ليلية، وبالتالي فهذا لا يحتاج إلى رخصة، ملي كيغادر الموقع ديال العمل ديالو تيمكن في رأيي الشخصي تيمكن له يمشي يشتغل، كيمكن له يمشي يتابع الدراسة ديالو، فهو لا يحتاج إلى ترخيص. طبعا هذه المسألة طرحت الترخيص لأن كان واحد النوع ديال المتابعة حضوريا، موظفان كخصو يكون حاضر وتيمشي يطلب الرخصة، وتيولي أنا داك تتخلق تندخلوا في واحد المتاهة ديال الغياب والحضور والضبط، وكاين واحد المبدأ دستوري اللي كيقول استمرارية الخدمة العمومية، لأن على حسب المواقع كاين اللي ما عليهش ضغط كبير في العمل ديالو، موجود في مكتب خلفي ماشي في مكاتب أمامي أو شبابيك لاستقبال المواطنين، وبالتالي هذا عنده الرخصة تيغيب وما كيخلي حتى أثر، لأن عندوش واحد الخدمة يومية كيديها للمواطن. ولكن كاين واحد اللي موجود في الواجهة وتيستقبل عليه ضغط وتيستقبل المواطنين، وهذا كيفاش غادي ترخص له؟ لا ماشي كنقول خص يكون على حسب، هذا يولي تمييز بين المواطن بين الموظفين. لا شوف، استكمال الدراسة هذا حق وراه هو موجود في جميع التجارب الدولية، لذلك فحتى المؤسسات الجامعية تتلائم مع المحيط ديالها، مع المحيط الإداري ومع المحيط الصناعي وإلى غير ذلك. فكاين جامعات اللي فتحوا دروس وكاين دي ماستر تيداروا في الحصة المسائية أو في شي فترات معينة. دونك هون بعض السادة الوزراء اعتبروا أنهم غير معنيين يمشي ترخيص، بأن هذه الدراسة هذا حق وعلى الباحث أن يتدبر الأمر ديالو. وأنا أعتقد بأن الآن كاين هذا الموضوع ما بقاش مطروح بهذه الحدة، لأنه الجامعات ولات كتقدم عروض تربوية وأكاديمية للفئة ديال الموظفين. والتعليق الأول هو أنه هذا موضوع عنده حساسية بالغة، لأنه صحيح مؤسف أنه هو استثمار في رأس مال البشري الدولة ملي كتكون سواء عن طريق من خلال المدرسة العمومية أو الجامعات، وكتكون أطر ومني كيوصلون واحد مستوى ديال النضج وديال درجة عالية من التحصيل ومن الخبرة، وكيغادروا التراب الوطني. أولا هذا لا شيء في القانون يمنع الناس من أن يبحثون عن آفاق يعني أفضل يعني وأحسن مما يعرض عليهم. يعني حتى في الدول الأوروبية راه كاين اللي فيها أوضاع أحسن، راه كاين أطر شباب الآن، كاين واحد لا موبيليتي، كاين واحد الحركية عالمية، وكاين حديث تاع على عولمة الكفاءات. كاين الآن التكوينات راه أصبحت الآن ستاندارديزي، يعني عندها معايير، الواحد يمكن له يكون خبير في سنغافور ولا في نيويورك ولا في الدار البيضاء زعما. فهذا اذا كانوا المغاربه مطلوبين وموجودين على الصعيد العالمي فيه فخر واعتزاز، ولكن انا اعتقد خص تكون واحد السياسه ديال تدبير الموارد البشريه، وخاصه اللي سميتهم الادمغه اللي كيكونوا موهوبين. كاين الكثير من الدول الناشئه الصاعده ولا المتقدمه عندها سياسه خاصه بهذه الفئه للاحتفاظ بهم والاستثمار فيهم، وكنظن أنا الأول باش تكون عندنا سياسة خاصة. طبعا لا شيء يمنع من أن الواحد يمشي يشتغل في واحد المقاولة في واحد الشركة ولا واحد المركز ديال الدراسات، لكن إذا كانت عندها الدولة سياسة لتأمين استقرار هاد الطاقات في البلد ديالهم ولتحفيزهم، غادي يكون ربما أفضل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.